اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين.